نبدأ معكم دكتور الفلالي، إلى أي مدى يمكن للتساقطات الأخيرة أن تنقذ الموسم الفلاحي على الأقل في المناطق التي عرفتها هذه التساقطات؟ أولا أشكرك الأخت جوهر على الاستضافة وكذلك على الدقة في اختيار هذا الموضوع الذي يعتبر في الحقيقة موضوع راهني، ومن طبيعة الحال يعني يعقد الفلاح واحد الامل كبيره خاصه في بدايه الموسم الفلاحي. السؤال هو الى اي حد يمكن ان نقول معه ان هذه التساقطات التي عرفها المغرب او بعض مناطق المغرب يمكن ان تحيي امال الفلاحين. اكيد ان السائد خلال الشهر الماضي وبدايه هذا الشهر هو الترقب والتردد، لأن الفلاح من الصعب بمكان أن يتخذ قرار عشوائي، معناه أنه ينتظر بوادر موسم فلاحي ممطر حتى يجازف ويقوم بعملية الحرث. وفي الحقيقة يمكن أن ننطلق كجواب عن هذا السؤال من مجموعة من المسلمات. أولا، التساقطات في المغرب تعتبر موجه رئيسي لقرارات الفلاحين. معنى هذا الكلام أن الفلاح لا يمكن أن يقوم، حينما أقول فلاح أقول معظم الفلاحين لا يمكن أن يجازفوا إذا لم تكن هناك بوادر لموسم فلاحي ممطر. لماذا؟ لأن معظم الأراضي في المغرب من طبيعة الحال هي أراضي بورية، ومن هذا المنطلق فمن طبيعة الحال الفلاح يتعامل بمنطقة الربح والخسارة. ثم كذلك يجب أن نعالج هذا الموضوع في الحقيقة بطريقة أخرى، وهي أن الفلاح لا ينتظر فقط تساقطات في بداية الموسم، بل كذلك في المراحل الأخرى للإنبات، لأن كما نعرف هناك دورة زراعية تبدأ خلال شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، وهي عملية الحرث. ثم هناك فترة أخرى اللي هي فترة النمو، وكذلك فترة أخرى اللي هي فترة الحصاد وجمع الإنتاج، وكل مرحلة في الحقيقة تحتاج إلى موارد مائية. ما يمكن أن أقوله في هذا الإطار وأعتبره مهما هو أن التساقطات في بداية الموسم قد لا تكون مهمة، ولكن هذا لا يعني بأننا سنعيش موسم فلاحي يعني ذو إنتاج ضعيف. لماذا؟ لأن التساقطات خلال الفترة ديال يناير وكذلك فبراير تعتبر مهمة جدا بالمقارنة مع الفترة ديال أكتوبر ثم نوفمبر، بمعنى بتعبير آخر أنه على الرغم من تأخر التساقطات يمكن ولكن لم أقل بالضرورة يمكن أن يكون موسم فلاحي جيد على الرغم من تأخر التساقطات، وهذا من طبيعة الحال بالتجربة التاريخية.